وخلال مؤتمر صحفي أكد مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة محمد حساني أن مصر من أوائل الدول التي تضامنت مع الولايات المتحدة وقدمت مساعدات للشعب الأمريكي في بداية الجائحة. أشاد مساعد وزيرة الصحة بالتعاون المشترك بين القاهرة وواشنطن في المجال الصحي لاجتياز الجائحة. مصر الحمد لله كانت من أوائل الدول اللي قدمت يعني الوقوف بشكل تضامني مع دول كتير في بداية الجائحة، والحمد لله كانت يعني بناء على توجيهات القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إرسال طبعا المساعدات للشعب الأمريكي في وقت ما كان بيعاني من زيادة في أعداد الحالات. ويعني الهدية اللي بنتلقاها النهاردة من الشعب الأمريكي ومن الحكومة الأمريكية بالتأكيد هي استمرار للتعاون المشترك في المجال الصحي وفي مختلف المجالات اللي هتساعدنا إن شاء الله يعني على اجتياز هذه الجائحة.